نروح الى الفقره 20 سؤال اكثر جراه في البرنامج انا وياك اوكي وش داليها أيوة نروح مش الله فاضل الفقره اكثر جراه في البرنامج 20 سؤال لينا عندي لك 20 سؤال جاوبيني عليهم بشكل سريع جاهزه نعم اليوتيوب والانستغرام والفيسبوك انستغرام افضل 3 صناع محتوى في الجزائر pour moi كامل عم يديروا دي زيفور كامل عم يسيو يلحقوا فرانشمون يعني بيكو صراحة ما عنديش preferences منافستك رقم واحد في الجزائر ما نشوفش روحي عندي منافسة باسكو أصلا الكونتوني تاعي شوية اكسيبسيونيل أقصى نقد سمعتيه أقصى نقد كيقولوا لي تكلاشي باش ديري البوز ألوغ كو أنا نهضر بنيتي هذا ما كان ما راح تزيدي تكلاشي سي با دي كلاش ما نحبش كيقولوا لي كلاش ما معليش يعني انا غدوة حاجه ما تعجبكش اسكو تهضري عليها حاجه ما تعجبنيش وي نهضر نهضر توجور بالك نبدل لا فاصون باسكو يقولوا لي لا فاصون تاعك مستفزه مي راح توجور نقعد نمد رايي واللي يحب يابونيني ويحب يخدم معايا جو سوي كوم سا ما حش نتبدل باش نخدم فوالا اخر شخص الغيتي متابعتك ليه على انستغرام اخر شخص ولا غير نسيت ما جينيرالمون ما ديزابونيش باسكو كي نابوني انسان ما داك الانسان صح يستاهل المتابعه تاعي اكثر صانع محتوى خاب ظنك فيه ماكش قاعد تجاوبي غير بدي تجاوبي اكثر صانع محتوى خاب ظني فيه ماكاش ما باسكو اصلا ما كنتش متوقعه منهم حاجه باش يخيب ظني دونك ماكاش أكاش أكثر واحد تبعيها الانستغرام اللي يعني مابونيتهم كامل تبعهم دو أ زد لي ستوري تاعهم كاع نتبعهم لي بوست تاعهم كاع نتبعهم جونغ راني بوكو بلوس ابوني على كوليغ أسوأ ما في شخصيتك أسوأ ما في شخصيتي انه كي نتقلق نبدا نهضر نيمبورت كوا عم بات لي غير دارنا عم بات لي جونغ راني مع دارنا ومع صحاباتي ننسى بلي عندي اون غروند كوميونيتي لي ماشي كامل يفهموا باللي كاني نهضر بنيتي ولا سي مون كاركتر دونك سي توت افي نورمال يعني من حقهم كي يشوفوها حاجه شويه بيزار باسكو ماشي مالفين افضل انفلونسور عربي في نظرك ما نتبعش فريمون مي راني شايفتهم ناجحين فريمون في العرب هما هذوك انس واصاله فاميلي امنيتك في الحياه أمنيتي في الحياة أنه ننجح في حياتي في سن صغير ونلحق الميزوبجيكتيف كامل قبل ما نكبر رسالتك لإحدى المؤثرات في الجزائر مرسي دوش نقول أكثر حاجة ندمتي عليها كي نتقلق ونخرج نوري نبين للناس باللي صح قلقوني ونخليهم يحسوا باللي صح ايزون ريوسي باش يخلوني نخرج نهضر هكاك في لي ستوري لينا انت متهمه بالعنصريه من قبل بعض الاشخاص ما هو ردك جوستومون هنا نعاود نقولوا حكايه بلاك فيس اللي سيتي هي صرات في الجزائر وانا درتها باش نضامن ابخي قالوا لي هاد الحاجه انتيردي في لي ايتازوني دونك انا ما نشوفهاش عنصريه باسكو درتها بنيتي وباش نضامن مع الناس كيما واحد يصبغ روحو اورانج يصبغ روحو احمر ابيض جو فوا كو نوار سي جوست اون كولور انا جو فوا كو سي لي جون لي عم يكريو هاد لو راسيزم وهاد الحساسيه كونتر اي حاجه سوداء يقول لك نو ما خط احمر دونك جو تروف كو الراسيزم هادو الناس هما لي عم يكريو فيه حاجه ما يعرفوهاش الناس عليك ام ا جود فريند انا صديقه لي صح نوقف مع الناس لي صح يغيضوني الناس لي صح نبكي مع الناس بالك ما تبانش مي فرانشمون صح نوقف مع الناس هل لديك اعتذار لاحد او احدى صناع المحتوى نو ماغري شوي با كونتر انه انسان كي يغلط يعتذر سي با كيستيون تاع سي جوست كو انا ماش نو ما الحمد لله ما غلطتش سنك الامثل للزواج ما نحبش نربط الزواج بالسن نشوفها مكتوب نهار ربي يبعث لك مكتوبك سواء على الاج دو 19 اون سواء على الاج دو 35 اون هادشي بيد ربي ماشي بيدنا حنايا ما هي الصفات التي تريدين ان تجدينها لدى زوجك المستقبلي زوجي المستقبلي نحبو يكون متفهم نحبو يكون غيور ونحبو
فوالا يفهمني يوقف معايا يشجعني في ميز اوبجيكتيف سورتو كون يقول لك حبسي الانترنت سا ديبون ما نقدرش نقول لك وي ما نقدرش نقول لك نو كابابل يقول لي حبسي نحبس باسكو زوجي كابابل يقول لي حبسي ما تكونش فريمون هذيك لا بون بيرسون وما نكونش سيغ باللي صح تستاهل نحبس على جالها ما نحبسش مي جيسبر بيان نطيح في اون بيرسون اللي ما تقوليش حبسي لي ريزو سوسيو رسالتك لعائلتك عائلتي حبيت نقول لهم نحبكم بزاف وميرسي اللي شجعتوني وتوجور وقفتوا معايا هل تشبهين والدتك ام والدك نشبه ماما بزاف كم تحتاج لينا من الوقت لتجهيز نفسها قبل الخروج من المنزل ميم با 10 مينوت باسكو ما نديرش فريمون ماكياج دونك يعني ما راح تخرجي بلا ماكياج وي ما نديرش اكثر صفه تكرهينها في نفسك أكثر صفة نكرهها أنه عندي عقلية تاع الانتقام كي يدير لي واحد جيست لازم نرجعها له كل ما نرجعها له ما نرقدش دونك هاد العفسة ما نحبهاش فيا باسكو بارفوا يلفو هكا تينيوري حاجات باش تقدر تافونسي لو كان نقعدو غير نريبوندي ونرجعو ونخلفو الضربة راح نقعدو ندورو في قوقعة واحدة وماذا بيا نحي هاد الكومبورتمون اللي فيا ما نحيتهاش مازال شوية نقصت مي مازال كاين اللي مازالك تسالي لها حاجة ولا تسالي له حاجة وراح تنتقمي لها بور لو مومون نو على حسب هذيك كاين خلاص درتها غير كيما انتقمتي خلاص ما قعد لك حتى واحد خلاص طلع ليست من هو الشخص الذي لا يمكنك العيش من دونه ماما اخر دمعة وقتاش طاحت صافي برسك ان موا واقيل بالك موا شهر موا باسكو تفكرت الوالد تاعي الله يرحمه عنده عام اللي توفى دونك الله يرحمه لينا كلاسيكير شكرا لك شرفتيني بحضورك نخليك كلمه اخيره تفضلي حبيت نقول لي زابوني تاعي ميرسي بوكو كي وقفتوا معايا وميرسي بوكو كي ما جوجيتونيش ميرسي كي ما حكمتوش عليا وتبعتوني وفوالا ميرسي باسكو توجور تنكوراجيوني وان شاء الله نكون توجور عند احسن ظنكم وانا ما يهمنيش اون مارك تخدم معايا ولا ما تخدمش معايا ساشي ان تروك كو انا كي نجيب لكم ان برودوي جو روحو عينيكم مغمضين واش راح يكون جديدك ان شاء الله كاين جديد ان شاء الله مي جيسبر تكون اون سوربريز حتكون او فات جو بريفير نخليها اون سوربريز باسكو حتكون كاينه سوربريز مي في يوتيوب ان شاء الله مالك كل توفيق لينا شكرا شكرا ميرسي بوكو ياسين يعطيك الصحه